تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم ذبح عدد من سلالات الدواجن المصرية النادرة نتيجة عدم توفر الأعلاف. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لذبح عدد من سلالات الدواجن المصرية النادرة نتيجة عدم توفر الأعلاف، مشددة على التزام معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية بالحفاظ على المصادر الوراثية الحيوانية. في إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق والأسعار ومتابعة توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، وفي إطار التنسيق بين وزارتي الزراعة والداخلية بتكثيف الحملات التفتيشية على مفارش البصل لدى التجار بجميع محافظات الجمهورية، قامت لجنة مشتركة من وزارة الزراعة ومباحث التموين بالتفتيش اليوم على مفارش البصل لدى التجار بمراكز المنصورة وأجا وبني عبيد الدقهلية، حيث وجدت كميات كبيرة من البصل المشون لدى التجار، وتم التنبيه عليهم بطرحها في الأسواق خلال أسبوع حتى لا يتعرض أصحابها للمساءلة القانونية. وفي سياق متصل، قامت حملة التفتيش المشكلة من الزراعة والداخلية بالتفتيش على مفارش البصل لدى التجار بمحافظة الفيوم، وتم التنبيه كذلك عليهم بسرعة طرحها للمواطنين في الأسواق. توجه سامح شكري وزير الخارجية صباح اليوم الثلاثاء إلى مدينة مراكش للمشاركة في اجتماعات المنتدى العربي الروسي الذي تستضيفه المغرب، وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن هذه هي الدورة السادسة للمنتدى العربي الروسي، والذي كان قد تم إطلاقه رسميا لأول مرة في عام 2009 بموجب مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وروسيا، واستضافت العاصمة الروسية موسكو آخر دوراته في العام 2019. ويعد المنتدى منصة لتبادل وجهات النظر تنسيق المواقف بشأن القضايا المختلفة على المستوى الإقليمي والدولي، أخذا في الاعتبار الاهتمامات والأولويات المشتركة التي تجمع الجانبين العربي والروسي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم عن خالص تعازيها لدولة وشعب الصين الصديقين في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مقاطعة جانسو شمال غرب البلاد، مما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين. وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع جمهورية الصين الشعبية في مواجهة الأثار المدمرة لهذا الحادث المروع ومواساتها لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ومتمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين. خسر الأهلي من فلومينينسي البرازيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين باستاد الملك عبدالله الجوهرة المشعة بمدينة جدة بالسعودية في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وأدار المباراة الحكم البولندي شيمون مارتشينياك. وبهذه النتيجة ينتظر الأهلي الخاسر من مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني للعب معه الجمعة المقبلة لتحديد المركز الثالث والرابع في البطولة. اعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضمنا فوز السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية. بهذه الكلمات أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء استحقاق الرئاسة المصرية 2024 والذي استمر لمدة 3 أيام بإشراف قضائي وبتعاون مؤسسات الدولة في مشهد شارك فيه جموع الشعب المصري لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية، وهو منصب حصل عليه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بحوالي 89.5% من الأصوات. وفي بيان سابق لها، لم تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات أي طعون أو تظلمات من المرشحين أو اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، لتستكمل بذلك الهيئة جدولها الزمني باختار المرشح عبد الفتاح السيسي بالفوز، ويليه حلف اليمين أمام مجلس النواب. صناديق الاقتراع تقول كلمتها، عبد الفتاح السيسي رئيساً لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة، مرحلة تحمل العديد من الخطط والطموحات لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة. يحيى علاء، ETC.